هذه انت كنت وقفت على ممارسة كرة القدم، لكن كنت بصدد خوض تجربة احترافية في نادي النيس الفرنسي، ايه واش حدث في هذاك الوقت؟ ايه رحت للنيس، درت ايسي تما، جبت ان كونترا دو دوزون، عامين. كي وليت لهنايا قال لك لازم تجيبوا لي كونترا نشوفوهم وكذا والدنيا والاخر. من تم ما طاو ما حبوش يعطيونا لوتوريزاسيون، قلنا معليش ريحنا في البلاد. درت دربت ليكيب كادير تاع المولوديه، عام ما لعبتش. لما ما لعبتش عام، بعد هذاك العام اللي شافي حبطت اليوسما اتحاد العاصمة. حبطت اليوسما السعود الثاني. كي حبطت كان بن فضه الله يرحمه، هو كان المدرب اللي باش يحكم اليوسما هذاك العام. شاف الفريق واش يخصو، سجل واش خصو واش خصو. جا لي خصو، كان هذاك الوقت انا شاف جاب نمرو 7، انا جاب بجاوي افون سونتر، جاب طالبي كان في سي ار بي دومي، كان غارديان بيت تاع النهد. هاد الربعه هادو اللي كانوا خصو جابهم، ودار المشوار تاعو لاباس به. طلعنا هذاك العام، عاودنا طلعنا الفريق تاع اليسما، وهذاك العام دينا الكاس، كاس الجزائر، وكان انصار المولوديه يقول انصار تحت العاصمه انه حتى جا بطرولي باش ديتوا الكاس. ايه كانوا يقولوا لهم هي الانصار تاع المولوديه الجزائر، ما على بالهمش ظروف كيفاش خرجنا من، عم بالهم حنا خرجنا من المولوديه هكذاك. وهي التاريخ باين كيفاش هما اللي نحاونا من المولوديه، قساوها بستة على بها المولودية قعدت ضعيفة. على كل حال بون معليش، مي كيما نقول لك كي صحاب الأنصار تاع المولودية يقولوا لهم اليسما أنا عطينا لكم البركة باش ديتوا الكأس الجزائر. كان هذا هو الموسم اللي وضعت فيه انت حد لمشوارك الكروي، وقت هذاك العام حبست يعني بعدها انت توقف في اتحاد العاصمة. او ما نعاود نرجع بك للمشاركات في كاس افريقيا مع المنتخب، سواء مع المنتخب الوطني او مع مولوديه الجزائر، واش هي الذكريات اللي تحتفظ بها في افريقيا؟ في افريقيا كانوا والله غير مع مولوديه الجزائر في افريقيا. والله غير كان معايا حبيبي باشطه، هذا كان على بالك يخاف بزاف من هاد الافريقيين هذو. لما كنا واحد رحنا ندربوا، ما كانش عندنا كي ما كانش استاد، كيما نقول لك استاد، ما كانش استاد، ما كانش الوقت تاعنا تاع استاد، ما كناش بروغرامي. حنا خرجنا درنا اسم بلاد هاديه هاديه في نيغورونجاس في نيجيريا، في نيجيريا في لا فرونتيير تاع البيافرا. رحنا هذيك العشيه باش نديرو فوتينغ، درنا فوتينغ في واحد الغابه. والله احنا نمشوا نجلو نصيبو، وجا يد مرميه هكذاك اضرات. جا باشطة الله يذكره بالخير، باشطة قال لك يا سيدي الحبسوا، راح نديرو دوك صبنا يد، راح نصيبو اسبوع من اليد. قلنا لازم نوليو. اي والله كملنا شويه هكذا وعاودنا ولينا تمتم على بالك، تلمو اللي ما عرفناش وين، خايفين وما عرفناش رايحين هكذاك لافونتور، وعاودنا ولينا. في الماتش في مع الانيغول هذاك الماتش ثانيك، والله تعرف ستاد ارشي كومب، جا حبيبي باش قال لي ندخلوا نسخنوا على بالك، قال لي باش ندخلوا نسخنوا. حنا جينا داخلين ويصيب واحد تاع الكريكلي، وما يديروا الكريكلي هذا بخبط بخور تاعهم وكذا وكذا، ولابس شغل الافريك هذاك. هو غير جا شافو عاود ورب، قال لي نمشي نمشي نعاود نولو. قال لي وين يا صاحبي واش نادى، عاود ولا والله عاود ناوي عاود دخل خاف. يعني خاف انت ماكش تخاف عمر؟ ما واش تخاف، رايحين لو كان نخافو ما نروحوش نلعبو، لو كان جينا نخافو ما نروحوش نلعبو. حتى في مصر مع الاهلي. ايه تاع الاهلي عندك الحق، هذه والله غير فكرتني فيها. تاع الاهلي والله كنا 0-0، وهذاك النهار هذاك يا خويا كان كاوا في نهار، منين يخبطها الخطيب يخبط هذاك
شحطه يخبطها الاخر يجيبها منا تضرب مني منا منا منا. وكانت واحد الكاسكيطه في في بولي فيلي، والمصريين عن بالهم الكاسكيطه هذيك هي كيما يقول لك السحور ولا ما نشعر. يبعثوا ينقذوا واحد الولد يجري يجري يجري، دخل لي بيوت تاع كاوا، رفد الكاسكيطه وراح يجري. وهي كي راح يجري كان عندنا واحد الديليجون شويه على بالك رايح فيها تانيك، يقولوا له الله يرحمه على كل حال يوسف حسينه، شافوا دالوا الكاسكيطه ويخرج من البيت ويجري والشعب يجري هو يجري، هو طلع في الكرياج هو باش يحكموا في الكرياج، عندنا حالوا الكاسكيطه هذيك والشعب على بالك. ما حصل سي دي سيتياسيون فريمون تخاف دي فوا، تخاف كي تشوف هكذا. واش من الملعب اللي كنت تخاف المباراة اللي خفت فيها انت صح؟ اللي خفت فيها في لا زومبي مع الفريق الوطني، ومع لا زومبي مع الفريق كي كنا في لا ريفون مع مولودية الجزائر. واش صار لكم تما؟ اي صارت صدموا لينا التيران، صدموا لينا التيران باكار جينيرال في لا زومبي. مع المنتخب الوطني ولا مع المولوديه؟ لا لا مع المولوديه، مع المنتخب الوطني كانت كيف كيف شغل، كانت البال كانت زمان افريقيا ماشي كيما دوك، كانت افريقيا كان في لافريكا هذه ماشي كيما يصدم فيك بيون افون للوتش الدنيا ولا بيت ما يصفرش وتخاف على روحك. جبنا كانوا اللاعبين والله رجولهم كامل محلولين، نشافي كان علي مسعود حلوا له رجلو، كدو الله يرحمه تانيك حلوا له رجلو، كانوا شكون اللاعب اللي ما كان ما يخافش المولوديه؟ المولوديه شكون اللي ما يخافش كامل؟ كان واسمو باشي ما يخافش، كان باشي ما يخافش، كان بوسري كيف كيف ما يخافش، وعيسى الله يرحمه. زنير 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 خاطر على بالك، زنير هو اللي كان يكوفرينا من اللور، كان ما يخافش، ما يخافش. الجبار اللي عنده لا يبارك كيفاش تحب